منذ أكثر من 4 أعوام يتجرع المواطنون مرارة العيش مع كل مناسبة تحل عليهم، ولم تعد مشاهد الإقبال في الأسواق تشكل ملامح فرحة العيد بقدر ما صارت مصدراً لمضاعفة معاناة الناس، وهم يحاولون الحصول ولو على جزء بسيط من احتياجات ومستلزمات المناسبة علهم يرسمون البهجة على ملامح أطفالهم. اللي هو مش موظف حكومي ويشتغل بالدخل اليومي، يعني ايش يصلح مع هذه الاوضاع؟ وين المسؤولين؟ وين المسؤولين اللي هم يعني تأمنوا أمانة من الله وشلوا مسؤولية وهم يبنوا فنادق وعماير داخل عدن وبرع في الدول اللي برع؟ يعني نحن جالسين نموت نحن هنا وهم مرتاحين. اسعار الملابس اسعار يعني غير يعني اسعار خيالية، يعني تصور اذا كان يعني طفل، يعني طفل بدأت عم تجاوز 40,000 ل 35,000، ما بالك يعني في اذا كان انسان مع 10 اولاد او مع 8 اولاد كيف صلح؟ اذا كان راتبه يعني 40,000 او 50,000، والبلاد يعني تمر يعني في اوضاع سيئه جدا جدا، يعني مترديه للاخر، تلقاه عند صاحب الدكان يقول لك انا ما اقدرش ابيعك الا بهذا القطعه ب 40 ب 30,000، يعني الطفل عمره يعني 8 سنوات 9 سنوات البدله حقتها ب 40 ب 35,000. مع حلول عيد الفطر المبارك تبدلت البهجه بالقلق، خصوصا وان الاسعار تجاوزت حدها الطبيعي في الاسواق، حيث سجلت اسعار الملابس اعلى نسبه في الارتفاع متجاوزة القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما اعتبروه تلاعباً من قبل التجار واستغلالاً لعجز الدولة وغياب دورها منذ 4 أعوام. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.